أعزائي المشاهدين، من فضائية عشان نحييكم أطيب تحية ونواصل معكم مع برنامج تواصل. موضوع حلقتنا اليوم هو تكملة أو الجزء الثاني لنواصل من خلاله مع الفنان التشكيلي الكردي الأستاذ كيمان شاكر. الأستاذ كيمان شاكر، مرة أخرى ميت لديك برنامج تواصل فضايا عشر. شكرا جزيلا لكم. في الحلقة السابقة ألقينا الضوء عن تجربتك وخلينا نقول الحقبة الزمنية التي عاصرتها في العهد الملكي وفي بداية خلينا نقول النظام الجمهوري في العراق. راح نكمل هذه المرة أو في هذه الحلقة راح نلقي الضوء عن تجربتك الفنية ومفاهيمك وآرائك الفنية في مجال الفنون التشكيلية. نبدي بسؤال: ما أهمية الفن التشكيلي في حياتنا اليومية؟ الفن التشكيلي هو تعبير عن مكنونات نفس الإنسان، والفن التشكيلي استخدم منذ آلاف السنين عند الفراعنة وعند البابليين وعند الآشوريين. عن طريق الفن التشكيلي كتب تاريخ هذه الأقوام وهذه الحضارات، هذه سابقا. والآن الفن التشكيلي جزء من الثقافة لأي بلد، لأي شعب من الشعوب. بالضبط، شنو أهمية الحياة؟ الأهمية هو في المعامل تعبير. نعم، هو تعبير عن معاني الحياة بكل أقسامه أو بكل أساليبه. اليوم الفن التشكيلي يدخل في حياة المجتمع، يدخل تصميم الأشياء المرئية، بل تصميم الأشياء المرئية، الدعاية للأشياء التي يستخدمها الإنسان من كل شيء، علاوة على المتعة الذي يدخلها في نفس الإنسان. يعني الفن التشكيلي ليس منحصرا فقط إلى المتعة، إلى جميع نواحي الحياة كما ذكرت سابقا. الفنان سليمان شاكر، أنت شاهدت نفسك أو حققت نفسك من خلال فنك التشكيلي، من خلال لوحة معينة أو لوحات شاهدت نفسك أنت حققت نفسك؟ أنا لحد الآن عشرات السنين، أصبحت عشرات السنين أنا منشغل، لحد الآن أعتبر نفسي في مرحلة التجربة. أنا أجرب لكي أصل إلى الأحسن. شو تريد توصل في النتيجة؟ أنا هدف النهائي. هدفي أن أرضي نفسي. أنا لحد الآن عندما أرسم أقول أني أحتاج أن أتقدم أكثر، بعد طموحي أنا أكثر. هل هناك خلينا نقول ملامح خاصة من بعيد؟ نشوف لوحة معينة نقول هاي لوحة كردية، يعني ملامح للفن التشكيلي الكردي. أقول نقول مرات شوف لوحة نقول هاي من بعيد هاي يابانية، هذا أسلوب صيني، هذا أسلوب آشوري، حتى فن آشوري. صحيح. فإذا هل هناك ملامح خاصة للفنون التشكيلية الكردية؟ لا مع الأسف. لماذا؟ لأن تاريخ الفن التشكيلي الكردي قصير جدا. إن الشعب الكردي ليس له فنون قديمة تشكيلية جداً. قديمة جدا. نعم. لكن عنده فن عمل السجاد أو أعمال يدوية، أعمال يدخل في ضمن الفنون. نعم. حتى النقوش في خلينا نقول عرقشينات أو في ملابس النساء أو في عندنا نوع من
حاجز يعمل في الخيام نسميه بالكورتسيخ، تسيخ فيه زخرفة وفيه نقوش جميلة، وعند الأكراد منذ القدم العمل أنواع الملاعق الخشبية والنقوش عليها، ولكن ليست لنا أسلوب خاص رسم اللوحات. لوحات وإلى الآن لم يصل الفن الكردي إلى سماء مختص به، وأنا في نظري نحتاج إلى 100 سنين، يعني ليست قريبة، يعني لأن اكتساب سماء فن خاص عند شعب ما يحتاج إلى وقت. طيب إذا بشكل عام كفن كردي لحد الآن لم تخلق سمات خاصة به، لكن هل هناك فنان كردي إلى بصمات الخاصة كفنان تشكيلي كردي على مستوى الوطن أو العالم؟ عندنا فنانين تشكيليين أكراد لهم بصماتهم الخاصة على مستوى العالم، يقول هذا فنان كردي إلى الأسلوب الخاص؟ لا، ما أتصور. ما أتصور. طيب إذا نقول للفن الآشوري، قبل شوية بداية حديثنا تطرقت للفن الآشوري البابلي، هل الفن الآشوري والبابلي سمات خاصة به معروفة على مستوى العالم؟ نعم. شلون؟ شنو السمات؟ الفن الآشوري، فن الآشوري بعض السمات الموجودة فيه أنه الجسم كما في الفن الفرعوني أيضا، الجسم منحوت لأنه نحت البارز. الفن الآشوري أكثر موجود نحت كامل نحت البارز، لكن أكثر ما التي تعتبر كوثائق في تاريخ الآشوري. نعم. إيه؟ نعم. والنحت البارز، النحت البارز أولا ما في منظور ما بي، طبعا أنه الشيء البعيد أصغر حجما، الشيء نعم القريب نعم أكبر حجما أو غيره. سماء أولا اهتمام بعضلات الإنسان حتى الحيوانات كالأسود والنمور، والاهتمام بالعضلات بالتشريح، يعني بالتشريح. نعم التشريح العضلي. ثانيا وقوف البوز، الوقوف الإنسان هو في جانبي، لكن بعض المرات الأرجل الجانبية، لكن الصدر أو الوجه يعني ملتفت إلى المشاهد إلى الناظر بها. يعني قصدك ممكن من 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 زاويتين واحد ينظر إلى الزاويتين، هذا في النحت في الثور المجنح. الشكل ثور المجنح، شنو عبرت كفنان تشكيلي؟ شلون الثور المجنح؟ منا 4 أرجل منا 5 أرجل، هاي شلون؟ أنا أقول لك، أنت الشخص من الأمام لما يباوع يشوف رجلين بس. نعم. بس رجلين، يعني من الجهة الطرف الآخر ما يشوفها. نعم. والطرف الآخر ملتصق بالحائط، لأنه هذه في بوابات، هذه مثل آلهة طبعا. نعم. لما تدور حول النحت أو تصل إلى الجهة الأخرى أنت ما تشوف الجهة الأمامية كلها، لأن لذا الرجل من أرجل الرجل هذا ما تشوفها، تشوف أربع أرجل. لذا احنا يجب ان لا نقول 5 أرجل، يجب ان نقول مرة نرى رجلين ومرة اخرى نرى 4 أرجل. هل تعتبر هذا من سمات المبدعة لخيال النحات؟ مبدعة جدا جدا مبدعة، لان من الامام لما هذا كان في مدخل قصر سنحاريب او قصر مثلا آشور فانيفال. نعم. هذه آلهة تحرس القصر من المدخل. ممكن المخرج يراويها لنا الثور المجنع جاي نحكي به اكيد خلالك راح عندنا اعتقد. أيه. بالارشيف. فالشخص اللي يدخل الآشوري البسيط او الآشوري الانسان لما يدخل يرى هالتمثال الضخم هذا وجها لوجه ويرى الرجلين، وكأنه هذا يؤمن انه آلهة هذه. ولما يدخل الى داخل الممر هذا الباب، إذا نحكي على استخدام الرموز منذ القدم ولحد الآن في مجال الرسم والفنون التشكيلية، شو تعتقد يعني شلون كانوا يعبرون الآشوريين في وقتها أو البابليين، خلينا نقول
على سبيل المثال أنت تطرقت حضرتك إلى الثور المجنح. طيب هذه الثور المجنح يا ترى ماذا يرمز إلى أجنحة؟ يعني الثور ده يطير، شنو كان هالرموز؟ شون تعليقك يعني؟ والله أنا تعليقي الشخصي أنه هذا من هذه منحوتة لكائن حي، طبعا تقليد لكائن حي خرافي غير موجود. الثور المجنح جسم ثور، والثور مجنح له أجنحة، والرأس إنسان. نعم. يعني هذا في مخيل الفنان الذي عمله أو من مخيل الشخص الذي طلب من الفنان أن يعمل منحوتا بهذا الشكل، سواء كان الملك أو كان الرجل الدين طلب منه ليعمل عملا يرمز إلى قوة هائلة لا أحد يصل إلى هذه القوة. نقدر نعتبرها هذا تفكير غير مألوف يتجه إلى العقل المبدع منذ ذلك الزمان. جايز. طيب احنا عندنا العديد من لوحاتك موجودة عندنا، جبتها قبل أن ندخل الاستديو. خلينا نقول قبل أن نراوي اللوحات الفنان سليمان شاكر، أبرز لوحة أنت تعتز بها من ضمن اللوحات اللي تراسلها؟ مثل ما ذكرنا في الجزء الأول، في الحلقة السابقة. نعم، الحلقة السابقة أنا أعتز جدا بلوحة الأطفال وزهرة النرجس. نرجس. نعم. وين باقي هاي اللوحة موجودة حاليا؟ هي هذه موجودة عند المهندس آراس، موجود الآن اللوحة الأصلية وكاك آراس موجود في السويد، موجودين في السويد. هاي اللوحة حاليا موجودة بالسويد. بالسويد. حاليا بالسويد اللوحة. طيب عندنا مجلات كثيرة، يعني من ضمنها هذه اللي هي أعتقد فولدر اللي فولدر اللي هي بيابان. نعم. هذه هاي لوحات انعرضت بيابان مالتك؟ نعم، كانت لوحتين. احنا كنا 15 فنانا كرديا. نعم. عملوا لنا معرضا في طوكيو. اشتركنا كلنا بلوحتين. يراويها يعني. بلي بلي. يراويها لنا المخرج. بلي. بالذات لوحاتك في طوكيو طبعا. هنا لوحة لمنظر الغروب في قرية حجران. نعم. نعم. واللوحة الأخرى مطبوعة على تي شيرت. الصورة موجودة في. نعم. نعم. في الألبوم. نعم. اللوحة بالبداية هذه. إذا. أوكي أستاذ سليمان، أكو زائرة إيطالية أعتقد. ألمانية. ألمانية جت لإقليم كردستان وأخذت جزء من لوحاتك هاي. طيب هذه اللوحة اللي كتبت عليها هي يعني سوت مثل شبه دراسة يعني نقدر نسميه؟ هي نعم ملاحظات يعني عن عندك صورة فوتوغراف اللي أيضا ممكن المخرج راح يراجع هذه اللوحة. شنو يعني ممكن قصة هذه اللوحة؟ يبدو كانت موضع الاهتمام من قبل هذه الزائرة الألمانية. ايش سوت هذه؟ وهذه بالإنجليزي أو ما أدري بالإنجليزية والألمانية والكردية. هذه عدد من لوحاتك يبدو من هذه شافت هذه اللوحة وكتبت وسوت كراس أو كتاب. كتالوج هو. كتالوج ل ل للوحاتك هذه ممكن لاحقا المخرج يراويها لنا. شنو ما الذي دفع هذه الزائرة الألمانية حتى تهتم بالذات بهاي اللوحة؟ يعني الموضوع. بايع القبعات. القبعات. نعم. ما الذي دفع أن تهتم بسليمان شاكر؟ هذه الفنانة اسمها بيلا روزا. بيلا روزا. نعم. شنو فنانة بيلا روزا تشكيلية أيضاً. تشكيلية. وترسم بالواقع، رسامة واقعية. هذه اجت قبل حوالي يمكن 6-7 سنوات او نعم. اكثر. نعم. هذه اللوحة مع لوحة اخرى انا اهديتها الى وزارة الثقافة الكردية. نعم. هذه اللوحة كانت معلقة هناك والفنانة بيلا روزا جت وزارة الثقافة هناك رأت هذه اللوحة. الظاهر أنه
جلبت نظرها. نعم. وسألت عن رسام هذه اللوحة، فجاوبها إلى مرسمي. نعم. وبدت إعجابها بهذه اللوحة. طبعا هذه اللوحة تمثل في كردستان قديما كان الفلاح الكردي يحصد مزروعاته بالمنجل، حصاد يدوي قبل أن نعم قبل أن يأتي الدراسات إلى كردستان. ففي حر الصيف النادافين كانوا يعملون القبعة من الصوف. هذه القبعة الصوفية يخلي برأسه والحاصود يحصد. وانت حولتها، وهذا هذا 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 نموذج يعني موديل لو موديل لا لا موديل موديل لشخص كوري. هذا البايع يبيع يعني قاعد ترسمه، ما اخذ فلوس، ما اخذ فلوس مقابله. لا لا ما هنا مراد الموديل يطلب فلوس لا تعرف هذا لا هنا العادة ما كانت جارية. ما ادري هسه اذا من اوغادي من عن طريق المعهد او عن طريق كلية الفنون الموديلات ياخذون فلوس جاهز. طيب هذا شخص عادي قاعد ترسمه ما ضاج وانت تدري الرسام يطلب او تتحرك ما ضاج. هو كل موديل يضوج اذا بين فترة وفترة ما تنطي راح. وهذا هذا هذا شنو كان رد فعله؟ كان فرحان جدا فرحان. حاليا باقي هو؟ والله ما أدري. ما تدري يعني فرح من رسمته. فرح. ومن شاف قال صدق هذه تشبهني. تشبهني. أبرز ألوان اللي أنت تميل لها شنو باللون باستخدام الرسم يعني. أنا اللون أنا ما عندي لون محب يعني خاص محدد. هذا اللون المحدد أحبه. لا. ما عندي. أنا أحب اللون في اللوحة لما أرسم اللوحة الذي تأخذ الصدارة في اللوحة الشيء البارز أو نقطة السيادة نقطة السيادة بين الألوان. هذا اللون أحبه يعني عنصر السائد في اللوحة. في اللوحة ليش؟ لأن بعض مرات اللوحة العنصر السائد يكون لون بارد أو يكون لون حار. يعني يختلف الأمر حسب الموضوع. حسب. أو يكون لون غامق. أنت بشكل عام جبت اللون البارد والحار. أنت لمن تميل؟ ألوان باردة أو حار؟ ماكو ميل عندي أنا لما باللون نفسه ما عندي لون. أنا في أهميته باللوحة هذا أميل إلى. أهميته باللوحة لذا أنطي أهمية والألوان الأخرى مثلاً بالنسبة إلى الفنان إذا يريد ينطي شيء أهمية. يجب الأهمية تنحصر في هذا الشيء. نقدر نسمي أحياناً إن صح التعبير للألوان أصوات. أصوات. صوت. نعم. دثير. نعم. الصوت نداء وين؟ بصري تخلق. الصوت وين؟ الصوت مو ما يدخل في الإذن. يدخل في بوب العين. يعني يصير نداء بصري. نداء بصري. نعم. وهذا وين دوره يبين؟ متى يصبح اللون نداء بصري؟ أن اللوحة. اللوحة التي يعتبر بها هذه اللوحة مبدع الفنان مبدع بهذه اللوحة أول شيء لما الشخص يدخل إلى هذه القاعة والغرفة التي فيها هذه اللوحة إذا هذه اللوحة جلبت نظر المشاهد طبعا هذا بصر تمام جلب نظر المشاهد وخلاه بعض مرات يخلي أن يترك يجعل أن يترك باقي اللوحات ويذهب يقف أمام هذه اللوحة الجلب النظر يتبعه التأمل التأمل بعمق بعد التأمل بعمق يتبع التذوق فعندما جعل المشاهد يتذوق هذه اللوحة من دون غيرها إذن هذه اللوحة مبدع فيها بس هل هذا يعني فقط اللون لعب دوره حتى تجذبني انا كمتلقي لا لا الابداع يكون في مثل ما تكلمنا عن قبل الان عن الشروط
التي يجب توفرها في اللوحة، لازم هذه الشروط كلها بها، من توازن، من الألوان، من تناغم الألوان، من نعم من ترتيب الألوان، بعد الظل والنور، الظل والنور، النسب، المنظور. أستاذ سليمان، الظل والضوء بلي. في السينما هي فن الضوء، تستخدم الظل والضوء في اللوحة التشكيلية، تستخدم الظل والضوء من خلال ألوان. نعم. تقدر بلا مقطوع كلامك، الظل والضوء حتى يستعمل في الأسود والأبيض. في الأسود والأبيض. قبل أن نجي لهذا الأسود والأبيض، أيضا عندنا سؤال حول الأسود والأبيض. تقدر يعني تلقينا الضوء أو مفهومك، تعليقك لمدى أو نوعية العلاقة بين اللوحة التشكيلية والفريم السينمائي؟ أنا أعتبر الفريم السينمائي هي كل حركة، ما أدري 25 كل لقطة، هي 25 صورة أو 24 صورة في الثانية، وأحيانا تصير 25 في نظام آخر. زين، أنت تطلع صورة واحدة من هال 24 أو 25 صورة متتالية. نعم. طلع صورة واحدة. نسميه كل فريم. إيه. طلع صورة واحدة. إيه. لقطة واحدة. لقطة. هاي. نسميها فريم. خلينا نسميها. إيه هذا الفريم. إيه. هاي شنو؟ هاي لوحة. لوحة. هاي لوحة، هذا كل الشروط الموجودة فيها في هذه اللوحة تراها توجد في اللوحة الناجحة أيضا. هنا نتوقف. إيه. أكو عبارتين. كل مخرج تلفزيوني أو سينمائي ممكن أن يصير فنان تشكيلي، أو كل فنان تشكيلي ممكن أن يصير مخرج تلفزيوني، صح خطأ؟ ليش؟ أنا برأيي الخاص صح. صح. ليش؟ إذا المخرج التلفزيوني أو السينمائي صار عنده إمكانية أو قابلية أصابعه أن تعمل بما حسب ذهنية تأمره أن يعمل به، يصبح رساما. ولكن مو كل وقت المخرج السينمائي أنامله وأصابعه تسمع كلامه، هذا واحد. الرسام يعمل كمخرج، لا يتمكن الرسام أن يعمل كمخرج ويعلم الممثلين حل الحركات أو غير ذلك، لكن يتمكن الرسام أن يجعل اللقطة هذا المستطيل المحصورة بالفريم، اللقطة يقدر يتحكم به ويعمل عمل فني ناجح. زيد، خلينا نقول من خلال أنت من بداية العهد الملكي ولاحقا تعرضت إلى نقرة سلمان، ونقرة سلمان في ذاكرة العراقيين يعني فت نغزة، ما أدري شو أسميها يعني، خاصة التقدمين منهم اليساريين يذكرون نقرة سلمان بأوجز كلمة. ماذا كانت أو ما علاقة سليمان شاكر بنقرة سلمان، وهل عبرت من خلال فرشتك أو الرسم عن شيء حالة معينة في النقرة السلمان؟ ممكن تقول الضوء باختصار. بل. باختصار، أولا أحب أن أبين نقرة السلمان وأمثال نقرة السلمان، الأنظمة كانت تعمل على كسر نفسية وصمود هذا الشخص اللي دخل في هذا السجن. يعني المناضل الذي يدخل في سجن نظام دكتاتوري ما، القصد من هذا إدخال هذا إلى السجن هو كسر صموده، هاي نقطة. النقطة الثانية، أنا في السجن كنت أرسم، بدأت كان ممنوعا في السجن التقاط في فترة وجود الحرس القومي وبعد زوال الحرس القومي أيضا، لأن أنا بقيت هناك من في السجن، وصلت هناك في 6/1/1963 إلى شهر الرابع 64.
طبعا التصوير كان ممنوع، فكنت أرسم في البداية، أرسم زملائي الوجوه المعتقلين أرسمهم، طبعا دفتري باقي إلى الآن. لا حد الآن باقي حالا، يعني تخطيطاتك داخل كل تخطيطاتي يعني باقي. أي والله أنا في وجوه معروفة لا زالت باقية بنقرة سلمان وتراسمها ووجوه ما شايفيه أول مرة أشوفوها. والله وجوه مثلا من عكاوة كان أكو ياكو من شقلاوة كان وياي يعني. شكل وراسمة وهو يعمل يشتغل الجنطة نمنم كان في سجو يسووها هذه. إيه فكنت أرسم البورتريتات مالهم. بعد زوال الحرس القومي كان مواجهات تجي، المعتقلين كانوا يدزون هذه الصور إلى أهاليهم. إيه. هذا واحد. بعدين أقمنا معرض هناك، أنا رسمت صورة زيتية لبيشمركة في ليلة مقمرة أمامه هناك راسمها بالسجن. شلون قبلوا؟ حرس قومي ناس قوم ما بقى، لما ما بقى قوم حرس قومي يعني. بدأنا نرسم بدأنا إيه بعد زوالهم ما سوا عبد السلام عارف انقلاب عليهم من وراء الانقلاب والترسم إيه ما بقى حرس قومي قمنا نرسم إيه. طيب أبرز فنانين سواء كان عالميين أو عراقيين أو عرب تأثرت بهم تشكيلين طبعا؟ والله أنا بالنسبة إلى التأثير بمعنى انعكاس هذا التأثير على لوحاتي. نعم. تمام؟ صحيح. أنا ما عندي شخص فنان متأثر بي ورسوماتي أقلد أسلوبه. نعم. أنا أساتذتنا كلهم توفوا يرحمهم الله. الله يرحمه. أي واحد من عندهم ما كان يحاول أن يفرض شخصيته على الطالب. يجي يعلمنا ال قصدك أساتذة فنون جميلة منهم أيام زمان اللي حكينا جواد سليم وفايق حسن اللي درسوك. إيه جواد سليم ما درسنا رسم إلا النحت. نحت. نعم بس فايق حسن، إسماعيل الشيخ، اللي عطى صبري، فرج عبو، هالمجموعة ما فرضوا شخصيتهم على أي طالب بس كانوا يعلمونا. كل وجبة كم طالب شنتوا؟ احنا كنا 18. 18 في الوجبه الاولى. نعم. لما رحت اول وجبه، اول وجبه أول صفنا، صفنا 23 واحد. انا في الصف الثاني نجحت، للثالث لاسباب سياسيه فصلت سنتين. لما رجعت احنا 18 واحد صف ثالث. يعني انت كان متخرج هسه من 54 مو 57؟ من 55. من 55 كان متخرج. لو تتذكر اللي تزامنت مع وجبه اخرى، خلينا نقول نفس الوجبه الاولى، دا اقصد الدراما قسم المسرح، اسماء الوجبه الاولى؟ الوجبه الاولى كانوا وياكم ما كانوا قسم المسرح، ما كان بس رسم وموسيقى. بس رسم وموسيقى اي. لكن بالثالثه لما صرت بعد سنتين جيت قسم المسرح كان اكو من ضمنهم. والله علي من الموصل، علي عصام، علي فد اسم هالشكل. شلون تلاحظ انت درست في معهد فنون جميله باونه الاخيره، معهد فنون جميله اربيل، وانت متخرج ب 57 خلينا نقول بدايه اول وجبه لمعهد فنون جميله بغداد، شلون تلاحظ ثاني وجبه ثالث وجبه؟ شنو ثالث وجبه؟ دخلت اول وجبه، تخرجت ثالث وجبه متفصله سنتين. لا قصدي المهم انت اول وجبه انت دخلت، بعدين تأخرت نتيجة الظروف السياسية فصلوك. عموما سؤالنا شنو أبرز الاختلاف بين منهج في ذلك الزمان، منهج فنون تشكيلية ومعهد فنون جميلة في ذلك الزمان والآن؟ أفضل أسوأ، شنو الإيجابية في ذلك الوقت وشنو السلبيات في هذا الوقت من ناحية نوعية المنهج اللي يدرس فيه؟ احنا في بغداد انا ما تعرفت على وجود منهج خاص. نعم. كل استاذ يدرسنا هو يدرسنا الاسلوب اللي هو يتبعه. نعم. واساتذتنا اثنين منهم خريج بوزار في باريس. نعم. جواد سليم خريج لندن. عطاء صبري خريج لندن. فرج عبو خريج روما. يعني بذولا كل واحد من عنده منهج معين. ماكو في أربيل أيضا منهج معين ماكو. أنا سليمان شاكر
اللي تعلمته بأسلوب التدريس. يعني أنت عفوا أستاذ سليمان، أنت حاليا قصدك الفن لا يحتاج إلى منهج وإنما يحتاج إلى كادر فني قادر على التدريس وصقل الموهبة. أنا طبعا ما كملت حتى أقول أعطيك الفرق بين أساتذة مع فنون الجميلة في ذلك الوقت ومدرسي مع فنون جميلة أربيل. نعم. يعني هل تجربة ضخمة اللي موجودة عندهم، هل إمكانية الضخمة الموجودة عندهم، وهل تجربة قليلة الموجودة في فنون أربيل؟ الشيء الذي جمع بين الاثنين نفس الشيء إخلاص الجهتين لتعليم طلابه ما يعرفه. فعندنا هنا في أربيل طبعا أكو تفاوت بين أي واحد من الأساتذة الموجودين في تدريسه للطلاب، يعني إمكانياته هذا تفاوت أكو. طيب أستاذ، آخر سؤال في هذا المحور حتى ننتقل مرة أخرى إلى لوحاتك حتى المشاهد يطلع على نتاجاتك الفنية. السؤال الأخير في هذا المحور، خلينا نقول الشهادة الأكاديمية وصقل الموهبة، شو نتعلق؟ هناك أكثر من رأي، في من يقول بأنه الفنان ممكن أن يكون فنان والشهادة ياما خريجي فنون جميلة وهم ما ثبتوا بصواتهم ولا هم فنانين ولا مبدعين، في حين أكو شخص فطري أو خلينا نقول ما عنده شهادة أكاديمية وثبت بصماته وقدر يقول للعالم أنا مبدع بشهادة النقاد وغيره. فهل يعني هذا بأنه هل الحاجة إلى 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 تدريس أكاديمي هو شرط أساسي لو الاثنين معا خلينا نقول بأوجز كلمة المبدع الموهبة، المبدع له جناحان، جناح دراسة الأكاديمية وجناح الموهبة الحقيقية، أم له جناح يكفي الموهبة أم فقط يحتاج إلى شهادة؟ ممكن تلقي الضوء على هذا. الفنان إما لما يبدأ بدراسة الفن له موهبة، هو موهوب ويدرس الفن أكاديميا، هذا الشيء الممتاز، يعني هم موهبة وهم يثقل أكاديميا، يثقل أكاديميا. طيب هناك من يدخل إلى مؤسسة فنية أو أكاديمية أو معهد ليست له موهبة، لكن الدوام وإجهاد النفس بكثرة ليلا ونهارا بتطبيق ما يعلموه في هذا المؤسسة الفنية أيضا يصل إلى مستوى أن يتمكن أن يبدع وتظهر عنده الموهبة الكامنة في نفسه. ولكن الشخص الذي ليست له موهبة وليست له الدوام والمتابعة الدائمة التواصل، فهذا لن يكون مبدعا ولن يكون فنانا ولن يتمكن أن يعمل أي إنتاج فني. هل يتطور الفن سواء كان درامي أو التشكيلي أو الموسيقي، هل يتطور بدون وجود نقاد أكاديميين أو بدون نقد أو النقاد؟ نعم. النقاد الأكاديميين وجودهم شرط أساسي للتطور. نحن مع الأسف نفتقر الآن، أنا خلي أقول في حق للتشكيلي، نحن ليس لدينا فنانين نقاد أكاديميين، لو كان لنا نقاد كان فننا يتقدم أسرع ويأخذ وقتا أقل. نعم. أكون خلينا نقول إن من خلال متابعتنا للكتابات المقروءة، خلينا نقول الدراسات المنشورة في الإنترنت أو الكتب الصحافة من أحد النقد، شنو رأيك بما هو يلي؟ أحيانا نلاحظ سواء كان عن دراما من يكتب ناقد معين يكتب عن الموضوع أكثر مما هو الجانب الفني، خلينا نقول دراما إخراج تقنيات، خلينا نقول إنارة ديكور وإلى آخره القيم الفنية الموجودة والتشكيلي أيضا.
هذا الموضوع ليس كردستاني، هذا الموضوع لا يعبر عن شنو، وينسى الظل الضوء، تقنيات الرسم، المنظور، التوازن. هل تلاحظ هذه الظاهرة عند النقاد؟ لو هم من هو الناقد برأيك، من يكون ملما بالجانب التقني للحرفة الفنية، أم هو فقط يحتاج إلى دراسات نظرية؟ نعم، كل عمل فني له شكل ومضمون. نعم، الشكل والمضمون إذا ناجح، إذا كان الشكل والمضمون ناجحا فإن هذا العمل الفني ناجح. الذي في الدراما في المسرح يهتم بجانب الموضوع هذا عمل أدبي فقط، لكن أين العمل الفني؟ أين نقده وإلقاء الضوء على العمل الفني؟ صحيح. ففي التشكيل نفس الشيء. نعم. طيب أستاذ، ما علاقة الغرور ماذا يفعل الغرور بالفنان؟ الغرور ما يفعله بالفنان يعمل في كل اختصاصات الحياة، في كل التاجر المغرور، الفنان المغرور، الكاتب المغرور، المهندس المغرور. نعم. كل من رضى عن نفسه رضاء تاما ويعتقد أنه كامل غير ناقص، بمعنى أنه وضع عائقا في طريق تقدمه وطريق إبداعه، فإنه يكبو في نصف الطريق. لذا الغرور هو عدو الفنان والأديب وغيره. أنت نرجسي ذاتي، تحب ذاتك، تشوف نفسك يعني؟ لو كنت نرجسيا في عز شبابي لم أكن أقع بين جدران نقرة السلمان والصيح صحيح. هذا صحيح. والذي بقى أثر هذه المعتقلات علي إلى الآن، أنا أعاني من مختلف الأمراض، وأعاني من ما خلينا نقول حقيقة من عقد نفسية من هذه السجون وهذه المعتقلات، لكنني أفتخر أنه جبيني عالي وإني لم أخضع لما أرادوا أن يقتلوا شخصيتي ونضالي. متى آخر سؤال؟ دقيقة، نصف دقيقة عندك، وأعتقد كان حديث معك ممتع. شكرا. إحنا قبل شوية قلنا اللون له صوت أحيانا. هل اللون يبتسم؟ اللون إذا يبتسم. كان الألوان مشرقة وبراقة، هذا يعني ينم عن الفرح، الفرح يعني الابتسامة. أكيد. بعكس الألوان الداكنة. أستاذ كمان شاكر، 30 ثانية أو شوية أكثر عندنا نتركها لك حتى نسمع من عندك الكلمة الأخيرة. شو نصيحتك للشباب الفنانين التشكيلين، وماذا تريد تقول لمشاهدي قناة عشتار؟ أنا أقول لمشاهدي قناة عشتار ولجميع الذين يحبون أن يلقون نظرة على إنتاج فني في الرسم، أن حاولوا أن تثقفوا نفسكم فنيا. أنا لا أقول كونوا مختصين في الفن، ولكن اقرأوا وشاهدوا الأعمال الفنية، اقرأوا عن الأعمال الفنية، ما هي الشروط التي يجب توفرها في العمل الفني إن كان تشكيليا أو إذا كان مسرحيا وموسيقيا. هذه الثقافة الفنية العامة تجعلك أيها المشاهد أن تتذوق من العمل الفني المبدع فيه. الأستاذ سليمان شاكر من رواد الفن التشكيلي الكردي، شكرا لك ولتلبيتك لدعوتنا، ونتمنى لك مزيدا من الإبداع في مجال الفن التشكيلي. شكرا جزيلا. أنا أشكركم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا هذه، والتي كانت مع الفنان التشكيلي الكردي. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.